مع كابتن معتمد جمال، فوز على ابو سليم، فوز النهارده مع اداء على فيوتشر بهدفين مقابل لا شيء، وبدا الزمالك مع معتمد يعني ما فيش اهداف بتدخل مرمى على مدار المباراه الماضيه، في تغيير صريح جدا في نادي الزمالك مع مدير فني من ابناء النادي. شايف الزمالك في الفتره الاخيره ازاي؟ اكيد اهم عوامل النجاح هو الاستقرار، مظبوط. الاستقرار الاداري اللي موجود داخل نادي الزمالك، وده اللي كان غايب عن نادي الزمالك لفترات كبيره جدا، هو الاستقرار الاداري، توفير المناخ المناسب ان اللعيبه تقدر تشتغل فيه. حته القيد كانت مأثره على نادي الزمالك بشكل كبير جدا، حته الدعم اللعيبه، لكن زي ما قلنا الفتره الاخيره ان مهم جدا الدور الاكبر على لعيبه نادي الزمالك، ان انت اي لعيب بيلبس تيشيرت نادي الزمالك مسؤوليه كبيره عليه. طبعا يحسب لمجلس اداره نادي الزمالك هو الابقاء على الكابتن معتمد وتجديد الثقه فيه، عشان كده بنشوف لا المناخ داخل نادي الزمالك افضل. اكيد لما بيبقى في مناخ ان انت تقدر تأدي فيه بشكل جيد او مناخ مناسب ان انت تقدر تشتغل عليه، وده اللي موفره مجلس اداره نادي الزمالك اللي يحسب له في اول دوره بعد نجاح وتوفيق ليهم، الاستقرار الاداري اللي حصل وتجديد الثقه في الكابتن معتمد. اعتقد دي اهم العوامل اللي سبب في نجاح نادي الزمالك او سبب في النتائج الايجابيه داخل نادي الزمالك. زي ما بتكلم دايما على الدور الكبير على اللعيبه الكبيره في اوضه اللبس، لان كل اوضه لبس ليها مقومات بطوله، ليها لعيبه كبيره بتشتغل عليها بغض النظر عن مين موجود كجهاز فني او مين مجلس اداره، اللعيبه الكبيره عليها دور ان كل مقومات البطوله ما بتخرج من اوضه اللبس. اعتقد ان جماهير نادي الزمالك تستاهل ده بعد الدعم الكبير طول السنين اللي فاتت، جماهير نادي الزمالك محتاجه بطوله. فاتمنى التوفيق. شايف الكونفدراليه قريبه للزمالك السنه دي؟ لو هيفضلوا على الثبات ده اعتقد مش بعيدة عن نادي الزمالك. زي ما قلت لحضرتك اللعيبه مركزه بشكل كبير جدا، الاهم من البطوله هو الحفاظ على البطوله. صح. الاهم من ان انت توصل للاول هو الحفاظ على المركز. لكن ده الاصعب ان انت بتقدر تحافظ على اللي انت وصلت له. لكن ما ينفعش امشي على مبارتين واخسر مباراه فارجع تاني ابدا من الصفر. مهم جدا كل ما اوصل لليفل عالي افضل محافظ عليه وبثبت الريتم بمشي بيه شويه، لكن ممكن بنزل سنه لكن بعلى تاني، لكن ما ينفعش اعمل دروب. دي الثقافه اللي لازم تبقى عند كل اي مسؤول داخل نادي الزمالك او اي جهاز فني او اي لعيبه. اكيد. قول لي كابتن معتمد جمال بعد نجاحه مع نادي الزمالك في تحقيق كل النتائج الايجابيه خلال الفتره الماضيه، استمراره اصبح مطلب معاه ولا لا؟ انا مع ان نغمه ان ممكن اهلي او زمالك لازم مدير فني اجنبي، ما اعتقدش. الراجل ماشي بشكل كويس. لحين لو في نتائج لا قدر الله مش كويسه، مع برضه مع فرص ان انت لازم تديها له، لان الراجل اديت لأوسيريو كتير كتير وبتدي لأوسيريو وكمان ميزانات ماليه كبيره جدا، لكن عندك مدير فني عارف نوعيه اللعيبه كويس، اللعيبه حباه، دي اهم حاجه، ان هي اللعيبه لازم تبقى حابه المدير الفني، لان ده انت بتقطع معاه شوط كبير جدا، ان انت كلاعب بتحب المدير الفني بتاعك عايزه ينجح. اعتقد ان في كيمياء بين الكابتن معتمد ومع مجموعه اللعيبه الموجوده، ده يدي الدافع ليه او يدي الضوء الاخضر لمجلس الاداره ان هو يفضل مكمل بقيه المشوار. سؤال